السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل الخاتم ده. يلا نبدأ. من الفرونت هختار رينج ريل، حدد المقاس، ندوس على السهم الأخضر، بعدين هعمل اوفست 1.5، انا عايزاه من تحت اصغر شويه فهرفع الدايره دي لفوق 0.2، بعدين هرسم ارك من هنا لهنا، وهظبط النص ده لوحده، وبعدين اعمل ميرور فهعمل سبليت للدايره دي. بعدين ترم، وجوين، وريبيلد علشان نظبط الكيرف. بس لو لاحظتوا هنا الخط من التوب مايل، فعمل بروجكت سي بلان وانا في وضع الفرونت، وندوس يس. بعدين اكسترود كيرف بوث سايد 0.8، ونعمل offset surface delete no علشان اتحكم في البولي surface من نقط الكيرف. هعمله 1.6 علشان انا ما عنديش border، فهزود السماكة شوية، ونعمل mirror واتأكد ان مفيش اي حاجة داخلة على دايرة الخاتم، لان في جزئية داخلة، فهحرك النقط شوية. وهنا ممكن اعمل روتيت، بعدين هعمل offset curve 1، ولوفت، ونعمل سبليت للسيرفس باستخدام البولي سيرفس هنا، ونعمل اوفست سيرفس، في
في هنا فرق صغير. هحرك النقطة دي شوية بس كده، ونعملهم بوليان يونيون مع بعض. هعمل فيلت ايدج للجزء اللي ظاهر ده، والخط ده هعمل له سبلت علشان دي المساحة اللي هرص فيها الأحجار. وتعالوا نرص الأحجار بنفس الطريقة. هستخدم جيم اند كيرف ونختار الكيرف، باقي السيتنج زي المرة اللي فاتت. هسحب بس الكورة دي علشان احدد المساحة اللي هيتحط فيها احجار بس كده. بعدين هختار الشانل بيلدر، نختار الأحجار، باقي السيتنج زي المرة اللي فاتت مظبوط عندي. ونعمل ميرور. بعدين بوليان ديفرنس. بعدين هختار مايكرو برونج كاتر، نختار الأحجار، باقي السيتنج زي المرة اللي فاتت مظبوط عندي. هعمل هنا بس بندو بسيط 0.2 بس كده. بعدين بوليان ديفرنس، واخر حاجة جيم كاتر لايبراري. هختار الشكل ده، سكيل 75، وهخلي زد سكيل 75 برضو علشان المرة دي مش هفرغه للآخر، يبقى مجرد تحديد بس. ونعمل ميرور. بعدين بوليان ديفرنس بس كده. وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، وقولنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.